فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب عليك تعلم ثلاث مسائل، أربع مسائل، نعم، معرفة الله ومعرفة رسوله ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. قوله بالأدلة، هل يجب على العوام أن يعرفوا هذه الأصول بأدلتها؟ نعم، ذكرها الشيخ، الأدلة ذكرها الشيخ في حافة الأصول، كل مسألة يذكر دليلها، والعوام يحفظونها، العوام يحفظون الأدلة، سهل عليهم جدا. نعم، دليل الدعاء كذا، دليل الاستغاثة كذا، دليل كل شيء يذكر معه دليله في ثلاثة الأصول.